كوكو بنات، مرحبا بكم على قناتي، قناه مرآة. نتمنى يا ربي تصادفكم لا فيديو ديالي في احسن صحه وفي احسن حال. اليوم غنبارطاجي معكم طريقتي الخاصه في تحضير الكسكس المغربي التقليدي الشهير. هنا البنات من بعد ما طيبت اللحم، المهم طياب ديال اللحم راه واضح وباين، سواء اللحم او الدجاج او اللي كان عندكم بوتو زعما تديروا به كسكسو. غادي نحيد هذه اللحمه هذه وغادي نخليها دو كوتي جانبا زعما، وغادي ندير واحد الحاجه. انا نورمالمون كنقطع البصله بهذه الطريقه هذه اللي كتكون بصله طوليه. الناس اللي كتتبع معايا الوصفات نتاعتي كتعرف بلي انا كنفضل نقطع البصله بهذه الطريقه هذه. فغادي نشدها وغادي نديرها في واحد الكاسرونه، نحاول نصفيها من هنا وغادي نديرها في كاسرونه جانبا، ومن بعد غادي نوريكم واش غادي ندير بها. هاي انا هنا غادي نزول كاع ديك البصيله اللي طيبت فيها الكسكسو واللي درتها بالطريقه بحال اللي كنبغيو نطيبو الفراحات، يعني كنقطع على الشكل الطولي وغنحتفظ بهذه المرقه هكا. هنا البنات كنزيدو شويه نتاع سكينجبير، شويه ديال البزار، شويه المليحه، ما كنكثروش البنات حيت راه ديجا المرقه كتكون فيها الملحه. وهنا بديت نوريكم، هنا البنات راني ديجا موجده الخضيره ديالتي، دايره قرعه حمراء، دايره هنايا قرعه خضراء اللي غنقسمها على جوج ما نخليهاش هكا، خيزو اللي مازال غادي نقسمو، المهم هادشي كلشي غسلتو ووجدتو. كاين اللي كيبغي يزيد الدنجال، انا من عشاق الدنجال بحق ما لقيتش الدنجال صغير فما استخدمتوش. المهم هادي بطاطا ولفت، اللفت اللي هو مكون اساسي في الكسكسو. انا كنعرف بلي بزاف ديال الناس ما كيبغيوش اللفت، ولكن هو من الاشياء الاساسيه في الكسكسو اللي لا غنى عنها. وهنا ها هو المكور واكيد الربطه نتاع المعدنوس والقزبر. فهنا هاد الطويبه ديالنا غادي نوزع الخضره على حسب الثقل ديالها. فاول حاجه غادي نبدا بها اما خزو يا اما بطاطا. فهنا خيزو ملي كيكون القلب ديالو هكا رقيق ماشي غليظ معليش كنخليوه، بالحق الكسكسو الخيزو اللي كيكون القلب ديالو غليظ هذاك ولا بد منه خصنا نزولوه باش ما كيجيناش عاصي ملي كطيب ملي كطيب خيزو ديالنا، كيجي زعما صراحه ما زوينش. فهنا راني كنحط خيزو بهذه الطريقه هادي، كنقطعو من الجوانب بعد ما كنكون نقيتو مزيان وغسلتو، كنوسعو هكا وكنجيب بطاطا. كاين اللي ما كيديرش بطاطا البنات، ولكن انا كنظن بلي الاغلبيه دابا ولاو كيديروا بطاطا حقاش على حسب الوليدات الصغار، وصراحه حتى الكبار انا شخصيا كنفضل البطاطا في هذا في خيزو في كسكسو، كتعطي صراحه واحد اللذه وكتعطي واحد الختوريه حتى للمرقه. فهنا كما كتلاحظوا راني كنبلاصي الخضره ديالتي الوسط، يعني من اللي كتاخذ وقت بزاف الاقل اللي كتاخذ اقل وقت، يعني كنبلاصيها في الطاوه ديالتي من اقل من اللي كتاخذ اقل مده لاطول مده. وهنا غادي نحط الفتات نتاعتي اللي ما غنقسمهمش، غادي نخليهم هكاك، يعني كنجبد من الاناء من اللعبه ديالي اللي حطيت فيها الخضره، وهنا كنخلي الفتات واقفين. المهم الكميه كيبقى على حسب الناس اللي عندكم، فاللي كيبغي خضره بزاف كيزيد بزاف، واللي كيبغي غير شويه كيزيد غير شويه. فهنا غادي نبدا نقسم هذه واحد شويه باش ما تجينيش طويله بزاف، ملي كنبغي نست في الخضره ديالتي في القصعه خصي ضروري تكون مقدده. اذا هنا كنقسم هذه على جوج وكننزلها عندي هنايا هذه، او غادي نحط دابا نحط هادي وغادي نحط هادي من الفوق هي اونكور لحقاش ما كياخذوش بزاف نتاع الوقت في الطياب. كنستفها بهذه الطريقه هادي بالكسكس وكننزل الوسط هادي ديالي وكنعمر بالماء. وهنا راني كنضيف الماء في الجناب، يعني الجهد اللي يوصل يغطي الخضره ديالي بركه، ما نديرش هنا البنات بزاف لحقاش من بعد ملي كتغلي كتغلى المرقه كتطلع يعني كيتضاعف الماء. فهذا هو الجهد، ماش ندير المرقه بزاف، الجهد اللي نسقي به كنحرك مزيان باش داكشي اللي في القاع داك العطريه درتها في القاع
هذا تطلع الخضيره هي اصلا غادي تطلع بالاساس. هنا غادي ندير شويه تاع البزار على الواجهه كما كتلاحظوا هي شويه صافي. دابا غادي ندير المرقه ديال تنقب، ولا كان ناقصها شويه الملح راه يقدر نزيدها في الاخر. كطيب المده نتاع انا كطيب لي حتى جات 35 دقيقه. هذاك هو الوجه ديالك، كنفتح عليها تلقاها طايبه وواجده وهي هذيك. غادي نجيو لهذيك هنا هاد البصله اللي كنت حيدتها قبيلاتي من المرقه. شتي كيفاش كتكون ديجا معسله اللي طابت مع اللحم. كنزيد عليها الزبيب اللي كنكون غسلته مزيان ورقدته شويه في الماء سخون. ولا بغيتو تقل انا حيت الوقت ما كافيش عندي بزاف داكشي باش رقدته في الماء سخون. ما الا كان عندكم الوقت كافي ممكن انكم تبيتوه ليله في ماء دافي. غد ليه صباح كيصبح منفوخ و ومفسوخ، يعني اذا كان فيه شي غبره ولا شي حاجه كتزول دغيا دغيا، كيبقى غير الحبات مفركين وبانين. هنا راني درت القليل من الماء جات فين غادي يطيب هذاك الزبيب ديالي، وغادي نضيف شويه نتاع القطيفه. اما التوابل راه ديجا كاينه في البصله فزدت فيها شويه الماء. هذاك هو القياس اللي غادي نحصل فيه على التبزيره اللازمه، يعني ما نزيد حتى شي حاجه لهذيك العطريه وديك التبزيره اللي طابت فيها بصله واللي بقات فيها مضغمره راه كافي. يعني زدت لها شويه الماء وشويه نتاع الزبيب اللي غادي يطيب فيها، وغادي نزيد لها دابا شويه نتاع القرفه. منين غادي تبقى تقرب تطيب ليا غادي نزيد لها السكر. فهنا غادي ندير القرفه بودره، واللي عندها قرفه عويدات وما بغاتش ديرها بودره ممكن انها تضيفها. انا اللي متوفر عندي دابا بودره وكنحبذها انها تكون مطحونه لحقاش كتجي كتعطي واحد المذاق مختلف شويه كتجي زوينه بزاف. فغادي نخليها تطيب الجهد اللي غادي تنفخ فيه هذيك الزبيب وغادي تشرب لي ديك الماء اللي فيه والمرقه، وغادي يجي واقف وديك الساعه نرجع معكم منين غادي نضيف السكر. بالنسبه للزبيب نسيت ما قلت لكمش البنات واحد الحاجه، ملي كنبغيو نطيبوه كنطيبوه على نار مهينه، يعني ما خصهاش تكون مجهده باش ما يتخطفناش. هنا على بركه الله انا غادي ندير الكسكسو ديالتي. المهم انا كنعرف كاين شي الناس اللي كيفضلوا الكسكسو الرقيق مويان اغلاد كاين اللي كيديروها بالسميده. انا كنفضل كسكسو مويان هو اللي كنستخدم، وما غاديش ندير كميه كثيره بزاف لحقاش ما عنديش ناس بزاف، يعني بالنسبه لجوج الناس هذا هو اللي غيكفيني. فهنا كما قلت لكم كل واحد السميده اللي كيستعمل. انا هنا غادي نستعمل سميده كسكسو المويان ماشي الرقيق، وما نستعملش سميده. بالنسبه للكسكسو المويان نتوما كتعرفوا الكسكسو بشكل عام كتعرفوا باللي كياخذ جوج نتاع التفويرات كحد اقصى، يعني جوج تفويرات كافين انه يوجد فيها. وبالنسبه للسميده كياخذ حتى ثلاثه نتاع التفويرات، يعني كياخذ تفوار اكثر من كسكسو. فهنا اول حاجه غادي نديرها غادي نضيف الزيت اللي غادي نبسبس فيها هادي الكسكسو ديالنا، وغادي نضيف الملح. فهنا غادي ندير هكا غنبقى نتبس الكسكسو ديالنا كمرحله اولى. مزيان حتى كتدخل ديك داك الزيت كيغلف لنا كاع حبات الكسكس نتاعنا. فهنا كنظن هاد المرحله هادي صافي كافيه. غادي نضيف القليل من الماء الجهد اللي غادي يبقى فيه داك السكسو ويتنفخ. البنات راه كاين شي وحدين كيديروا بزاف د الماء كيبقى الماء بحال كيشللوه فيه. لا خصك ديروا القياس اللي غادي تشربوا هذيك الكميه اللي عندكم تاع السكسو. فهنا درت هاد الكميه هادي نتاع الماء غادي نخليها حتى تشرب مزيان. فهاد الاثناء هادي راه البرمه ديالي راه كتغلى، ديرها على النار حتى توصل للمرحله نتاع الغليان ويكون تشرب معايا الكسكسو الماء ديالو. وديك الساعه غادي نديرو التفوار الجهد اللي غادي تطلع فيه التفوار، يعني اون فوا ملي كيطلع هذيك التفويره كتطلع على الكسكسو صافي كنعرف بلي الكسكسو ديالي سلا المده نتاع التفوار نتاع التفوار. بقاو معايا باش نوريكم ايطاب باغ ايطاب كيفاش غادي ديرو تحصلوا على الكسكسو ناجح وما كيجيش معجن وكيبقاو الحبات نتاعو واقفين ومفركين. نديرو التفوار التفويره الاولى الكسكاس خصو ضروري الماء يكون فيه غليان مزيان بحال اللي كتشوفوا دابا، وغادي نحطو عليه الكسكاس اللي فيه الكسكسو وغادي نخليه حتى تطلع معاه تفويره مزيان. يعني ملي كطلع التفوار صافي راه كيكون طاب. دابا منين طابت التفايه تاعنا غادي نزيدو لها السكر وغادي نخليوها تعسل. بعد ما كطلع عليها التفويره
بهذه الطريقه هاجي صافي كتكون نضجات. عاد نزولوها بالكسكاس ونسقيوها بالماء من جديد ونخليوها تتشرب. ها هو دابا الكسكسو ديالنا اللي تصور غادي نحطوه هنا في القصريه ديالنا اللي غادي نخليوه يتشرب فيها بهذه الطريقه هاجي. كاس جنبا ونفركوه فحال هكا كما كتلاحظوا، نديكاجيو شويه منو هذاك الصه. دابا ما غاديش نقدر نبلبلو بيدي لحقاش سخون، غادي نزيد له الماء شويه تاع الماء وغادي نحركو غير بالعشق اولا بشي حاجه دلوحي اللي عندكم غادي تكون من الاحسن. فهنا غادي ندير له غير هكا بيدي، غنخليه يتشرب مزيان ديك الميه عيني ميزاني، المهم خصو كامل يعمر لي بالماء. شتو باللي مازال شويه ناشف، غادي نزيد له شويه ديال الماء بحال في هذه الحاله هذه. المهم الكسكسو البنات ما كيحتاجش بزاف نتاع الماء باش انه يتفور، يعني شويه نتاع الماء الجهد اللي تبلبل فيه اولا يتندى فيه اولا يفزك فيه كله بالحبيبات نتاعته كاملين ويشربهم ويجلس واحد المده هو كيتشرب في داك الماء باش كيتنفخوا الحبات وما كيبقاوش شاحتين وناشفين. وكنعاودو نديرو التصويره الثانيه، ما ديرلوش بلاص الماء بزاف باش ما كيجيش معجن، وما تفوروش بزاف باش ما كيجيش معجن. يعني عندك الماء بزاف وتفور بزاف كيجي بكسكسو معجن، الكسكسو معجن كيجي خايف الماكله ديالو وكيجي حتى ماشي صحي. ها هو دابا شفتوا كيفاش تشرب وتنفخ، دابا نقدر نقلب بيدي. شوفوا البنات الحبات كيفاش دايرين، يعني مفرك. هذا هو المستوى اللي كنحتاجوه في الكسكسو، ما يجيش معجن. ها شتي يعني كيتفرك وفي نفس الوقت كيجي طايب وشارب الماء ديالو. دابا غادي نديرو التفويره الاخرى. هنا كنديرو طريف نتاع السمن، هادي هي المرحله الاخيره، ولا طريف نتاع الزبده كيبقى لكم الاختيار. وكنبلبلو هاد نالي وكنبلبلو هاد الكسكسو هذا ديالنا كامل حتى كي يتبلبل مزيان بهاد الزبيده هذه اللي درنا. انا ما نقدرش ناديه بيدي لحقاش سخون بزاف، ولكن غادي نحرك بهاد المغرفه نتاع العود حتى كدوب لي هاد الزبيده فهاد الكسكسو كامل، كتعطي واحد البنه غزاله. ديروا طريف الزبده وطريف السمن اولا الا بغيتو ديروا السمن الحلو كيجي غزال. المهم كسكسو كيتواتب بزاف مع السمن الحلو، كيعطي واحد المذاق مميز مميز بزاف. المهم انا نتلاقى معكم منين غادي نبغي نستف الخضيره نتاعتي واللحمه نتاعتي في كسكسو. هنا اول حاجه كنديروها كنحطوا اللحمه ديالنا، نحطوا اللحمه ديالنا الوسط، هي اول حاجه كتبدا هي اللحم كيتحط في الوسط هنا هكا، وكنبقاو كنسطفو الخضره ديالنا في الجناب نتاع الكسكسو بهذه الطريقه هادي. يعني كنحاولوا عليها باش ما نهرسوهاش وتبقى محافظه على الشكل ديالها. كنبقى كنسطف بشويه بشويه حتى كنسطف الخضره ديالي كامله في الكسكسو ديالي. هنا من بعد ما سطفت الخضره ديالي كما كتشوفوا كنسقي الجهد اللي يكون مسقي، ما نسقيوش بزاف البنات باش ما يجيش بزاف مسقي كيجي فازق ما كيجيش زوين. غنخليوه وغادي نديرو شويه نتاع المرقه جانبا كما كنديرو في العادات نتاعنا، يعني شويه نتاع المرقه شويه نتاع المرقه جانبا، ومن بعد ديك الساعات كل واحد غادي يزيد قياسه. كنزيدو التفايه ديالنا كل واحد على حسب كاين اللي ما كيبغيش التفايه، ماشي كلشي زعما كيبغي التفايه كديرو، كندير لهم التفايه في طبيصلات، ولكن انا هنا الحمد لله كلشي كيبغي التفايه فغادي نسقيها ديفينيتيفمون فوق، غادي ندير ديفينيتيفمون فوق الكسكسو ديالي. فهنا غادي نسيح شويه على الجناب ومن هنا غادي نحطها شويه على القرعه حيت هي كتواتى بزاف مع القرعه الحمراء. هذا هو الكسكسو ديالنا، نتمنى ان هو يكون نال الاعجاب نتاعكم، كيجي لذيذ كيجي غزال، تبعوا الطريقه نتاعتي وما غاديش تندموا عليها.